من هو الدكتور طارق السويدان؟ يعتبر الدكتور طارق السويدان إعلاميا بارزا وباحثا ومؤرخا وكاتبا وداعية إسلامي ومدربا في الإدارة والقيادة. ولد في 15 من نوفمبر من سنة 1953، وقد اشتهر بتقديمه لبرامج تلفزيون تتناول الفكر والتاريخ الإسلامي وتطوير القيادة وتنمية القدرات محورا لها. كما ألف الكثير من الكتب في مختلف المجالات التي اهتم بها، وقد لاقت رواجا واسعا في الدول العربية. حصل على درجة البكالوريا في هندسة البترول سنة 1975، حصل بعدها على درجة الماجستير مع مرتبة الشرف في هندسة البترول أيضا سنة 1982، حصل بعدها ب8 سنوات على درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف في هندسة البترول أيضا بسنة 1990. الكتب الإدارية التي قام بتأليفها هي قيادة السوق، كيف تكتب خطة استراتيجية، اختبر معلوماتك الاستراتيجية، المنظمة المتعلمة، مرن عضلات مخك، رتب حياتك، مبادئ الإبداع، خماسية الولاء، إدارة الوقت، صناعة الذكاء، صناعة القائد، ماذا أقرأ، فن الإلقاء الرائع، صناعة الثقافة، كيف تغير نفسك، الطفل القارئ، النجاح في الحياة، والتدريب والتدريس الإبداعي. أما في التاريخ فقد كتب الكتب التالية: فلسطين، التاريخ المصور، وقد أصدر باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية، كتاب الأندلس، التاريخ المصور، وكتاب اليهود، الموسوعة المصورة. أما الكتب الإسلامية فهي الصوم على المذاهب الأربعة، أسرار الصيام، مختصر العقيدة الإسلامية، أسرار الحج والعمرة، الإمام مالك، الإمام أحمد بن حنبل، الإمام أبو حنيفة، والإمام الشافعي. الجوائز التي حصل عليها الدكتور السويدان هي جائزة الشباب العالمية لخدمة العمل الإسلامي في مجال الإعلام لسنة 2008، وتم تكريمه في مهرجان تكريم المبدعين الكويتيين لسنة 2009.